قادم منه إذا مفروض. الأم الآدم والقطر. بس أنا بصراحة طريقتي بسوي بالآدم هاي بدها تكون شايفينها كاملة. أنا بالطريقة اللي بستخدمها بسوي فرزة بالآدم زي ما انتم شايفين، فرزة هون وفرزة هون بتعطيني اللي هي هاي. هاي تمسك معي السلك، طريقة مرتاح فيها بكون ما بزحلق ولا بفلت. اما بالآدم العادية مفيش فيها فرزة، فلت قد ما تلف تلاقيها تفلت. خلينا نسوي هسه الادم، نسوي السلك طبعا بنقصه على الطول المناسب خليه ستريت. ناخذ الثلث الاول نصب اصبعنا الابهام نطعجه لجوا ونخليها 90 درجة تقريبا. بس عشان نسوي اليولوب نمسكها من هون طبعا حسب الطول السن، ناخذ شوي صغيرة ننزل الدراع هلا لتحت نرفع اصبعنا هاي لفوق للاخر. اوكي هسا بنجرب نحط على السكس او على الطاحونة على الزاوية نقيسها بالضبط نص نص الكاس، ناخذها من هون نمسكها بهذا الاتجاه ننزلها لتحت. نفس الآدم ناخذها الجهة الثانية على نفس الذراع ننزل شوي نفس الطول ننزل هاي شوية ونرفع هاي. هاي تسام. هسه نقيسها من اللي في المية. هسه بنمسك نص اليولوب من النص ناخدها باتجاه اللي تحت هاي نفس الاتجاه الآخر ومن ثم نقيسها. هسا بالدراع هاد نضلنا احنا ماسكين فيه نحط بالضبط وين بالضبط نمشي عليها. طبعا
وما نخلي فيه زوايا، دائما نخلي كله راوند. نمشي بالضبط على حدود السن وحدود السن. في اخر السلك نسوي ستيب. نمسك الثانية نفس المبدأ، نفس اللوب، نتعجب باتجاه اتجاه هون، ممكن نطلع شوي لبرا. هسا نمشي مع حدود السن، راوند طبعا ما نخلي فيه زوايا، وهذا الآخر نرفع هون عشان احنا نمسك فيه. في آخر نسوي ستيب صغيرة. يعطيكم ألف عافية.